خنجال. خنجر بوتين النووي الذي أرعب أوكرانيا وحلف الناتو. صاروخ كينجال أو كينزال أو الخنجر KH-47M2 وأياً كان اسمه، فهو أخطر صاروخ جو سطح حول العالم، وهو أول صاروخ فرط صوتي من هذه الفئة. صاروخ روسي أسرع من الصوت بعشرة أضعاف. صاروخ نووي باليستي لا يرحم، يمكنه تدمير أي هدف بري أو بحري، ولا يمكن لأي هدف النجاة منه. قاتل السفن الحربية وحاملات الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي ومحطات الرادار، وليست مقرات القيادة العسكرية آخر أهدافه. في 9 مايو أيار من عام 2019 الذي يوافق عيد النصر الروسي على النازية، تم كشف الستار عن صاروخ كينجال، وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا للإعلان عن هذا السبق والتطور العسكري الذي لم يسبقهم إليه أحد من المنافسين كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى جمهورية الصين التي تتميز بصناعاتها الصاروخية. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة شاملة لصاروخ الخنجر الروسي، أخطر سلاح محمول على الطائرات الحربية حول العالم. القدرات القتالية وعوامل القوة. قبل الخوض في تفاصيل قدرة صاروخ كينجال، نود التذكير بالمهمة التي أوجد لأجلها، حيث تكمن مهمته الرئيسية في إنهاء عصر حاملات الطائرات التي تتغنى الولايات المتحدة بأسطولها ذاك، كما يمكنه ضرب كافة الأهداف العائمة كالسفن الحربية والطرادات والمدمرات وناقلات النفط وسفن الشحن، وضرب الأهداف الساحلية والأهداف البرية الواقعة ضمن نطاق 3000 كيلومتر على وجه التحديد مقرات القيادة العسكرية ومحطات الاتصالات ومنظومات الدفاع الجوي. يبلغ وزن الرأس الحربي القتالي لصاروخ زيركون 500 كيلوغراما، وتأتي بإصدارين، الأول من المواد الثقيلة شديدة الانفجار، ويمكنه حمل رأس نووي بقدرة 300 كيلو طن بدلا من الرأس الحربي التقليدي، ويبلغ أقصى مدى له 3000 كيلومتر عندما يحمل أخف رأس حربي. يتم إطلاق الخنجر الروسي عادة من 3 منصات جوية، الأولى بواسطة الطائرة الاعتراضية ميج-31، والثانية بواسطة القاذفة TU-22، والثالثة بواسطة المقاتلات الشبحية الروسية SU-57. أما سرعته فتبلغ 12 ماخ، أي ما يعادل 13600 كيلومتر في الساعة الواحدة. وهنا عامل القوة الذي يتمتع به هذا الصاروخ العنيف، حيث يشكل ضغط الهواء أمامه عند بلوغه هذه السرعة سحابة تعرف باسم سحابة بلازما، وبدورها تحجب الصاروخ عن موجات الرادار والإشاعات والصواريخ النشطة بالتوجيه الكهربصري، مما يجعله صاروخا شبحيا من الفئة عالية التخفي. يعتبر نظام التهديف أيضا من عوامل القوة في صاروخ كينجال، حيث يتم توجيه الصاروخ عبر 3 أنظمة، هي نظام القصور الذاتي الذي تديره مستشعرات مدمجة في الصاروخ تمكنه من تحديد موقعه الجغرافي بشكل تلقائي، ونظام الملاحة العالمي أي جلوناس المماثل لنظام GPS، ونظام التلفزيون الذي يعتمد على مطابقة صورة الهدف التي يتم تزويد الصاروخ بها قبل إطلاقه مع الصور التي تلتقطها كاميرا مدمجة في الصاروخ. ويقوم كمبيوتر مدمج في الصاروخ بمطابقة البيانات الواردة من جميع الأنظمة ومقاطعتها مع بعضها البعض، وتحديد نقطة منتصف يتجه الصاروخ نحوها بنسبة خطأ قالت روسيا أنها لم تتجاوز متراً واحداً، مما أثار شكوك المراقبين حول هذه النقطة. المواصفات العامة. يبلغ طول صاروخ الخنجر الروسي 8 أمتار، ويبلغ قطره نحو 90 سنتيمترا، أما وزنه فيبلغ 7 أطنان. كما يتميز الصاروخ الروسي بتصميم هندسي يسمح لكميات هائلة من الهواء بالدخول إلى المحرك لإتمام عملية الاحتراق،
والهدف الآخر تمرير الهواء عبر هيكل الصاروخ، مما يؤدي لتقليل الاحتكاك والمقاومة والحرارة. كما أن نوعية المعدن وقد تكون خليطاً من عشرات المعادن أو رمال السيليكون والكربون لتحمل درجات الحرارة التي قد تتجاوز 1000 درجة مئوية نتيجة الاحتكاك المباشر مع الهواء، وتمنع انفجار الرأس الحربي. والحديث عن التخفي هنا من نوع آخر، ليس كما الحال في الطائرات الشبحية أو الرادارات العكسية أو أنواع الطلاء المشتت لموجات الرادار ولا أي من تلك التقنيات. فسرعة الصاروخ وحدها تتيح له العبور عبر موجات الرادار بسرعة هائلة تمكنها من قطع المسافة بين الموجة والأخرى دون أن تصطدم به الموجة. وقبل أن تنعكس الموجة إلى مستقبل الرادار، يكون الصاروخ قد قطع موجات أخرى أيضاً، ما يعني أن الرادار سيكتشف هدفاً يظهر لثانية ويختفي لعدة ثوان، وبالنتيجة ستكون أحدث منظومات الدفاع الجوي في مواجهة هدف لا يمكن رؤيته أو تحديد موقعه أو توقع مساره، ومن المستحيل أن لحاق به. وتعرف هذه التقنية باسم سحابة البلازما التي تحيط بالصاروخ نتيجة سرعته العالية. التاريخ التشغيلي. خاض صاروخ كينجال أول مهمة واقعية في فبراير شباط من العام الحالي، حيث قصفت به روسيا العديد من المواقع العسكرية الاستراتيجية خلال ساعات الغزو الروسي ومعقبها من معارك. ولم تصدر الدفاع الروسي تقييمها لأداء صاروخها الحديث خلال الحرب مع أوكرانيا، مما وضع العشرات من إشارات الاستفهام حوله، وسط تحليلات تقول إن أداء كينجال في الحرب كان مخالفاً للدعاية الروسية. ويعود مشروع إنتاج الصواريخ الفرط صوتية الروسية إلى العام 1996، وفي العام 2017 أعلنت روسيا أنها اعتمدت 6 نماذج من صواريخها الفرط صوتية. وفي العام 2018 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالية عيد النصر على النازية دخول صواريخ كينجال وأفانغارد وتسيركون في خدمة الجيش الروسي. لماذا يوم النصر على النازية؟ لم يختر بوتين عيد النصر للإعلان عن تفوقه العسكري لمجرد أن ذاك اليوم يعتبر مناسبة وطنية سوفيتية، إنما هي رسالة تهديد مباطنة وجهها بوتين للعدو القديم الجديد ألمانيا ومن في صفها، على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبقية الدول الأعضاء في حلف الناتو. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمواصفات صاروخ كينجال؟ وباعتقادك، هل تستطيع منظومات الدفاع الجوية الغربية ردعه؟